مرحبا بكم. كما ولفناكم ديما من بين الحلقات ديالنا تنديروا جريمه، من بين الحلقات نديروا حلقات تهضروا على بزاف المواضيع الاجتماعيه، وبين دوك المواضيع بعض ما تندخلوا واحد الجريمه عشناها ودوزتها في حياتي لما كنت في الشرطه، وتنبحث من وراء هذا باش هاد الجريمه توصل الناس ويعرفوها ويتعرفوا عليها ويتاخذوا من الاحتياط. كنت واحد الوقت خدام في مدينة صفرو، كنت في الشرطة القضائية، كنت في لابيجي. واحد النهار كنت في الديمومة، خدام في الديمومة، كنت خدام وخبرونا قالنا ودي واحد الحمام ديال الرجال فيه واحد السيد سرقوا لي حوايجو، ما خلاو لي والو حتى حاجة. انتقلنا لعين المكان واستقبلنا السيد اللي مكلم بالحمام ودخلنا وقلنا ها هو السيد. لقينا واحد السيد جالس عريان عزكم الله لابس غير واحد الشورت وجالس وتيبكي كدا. اش وقع؟ قال لك سيدي انا جيت نعوم حطيت حويجاتي هنايا وانا عاد تخلصت، خلصت 100,000 فرنك تنخدم هنايا في شي زيتون وكدا، تخلص 1,000 درهم درتها في حويجاتي غنمشي عند وليداتي، جيت قلت نعوم نغسل حالتي خرج داو لي الحوايج. داك الراجل اللي مقابل الحوايج ما ردش البال ما شاف والو، ودوك الناس اللي تيقابل الحوايج غتعرفو مساكن طيعيا والنهار كله هما جالسين مقابلين الحوايج تيسها ما تردش البال كذا كذا، راك تعرف هذوك الناس تعرفو. عيطنا لمول الحمام، المالك الحمام جا قلنا له يا ودي راه خصني حل الاول لهذا الراجل. دابا هذا الراجل غنديرو ليه محضر وغنديرو ضد مجهول لان ما عرفش شكون سرق لي الحوايج، ولكن الراجل ما يبقاش هكا، شنو غنديرو حنايا؟ شنو غنمشيو نكسب ولا هذا؟ قلت ودي اش غادي نديرو؟ قال لك انا غادي نمشي نجيب لي حويجات يلبسهم وهذا. ناض واحد المحسن تاهو كان في الحمام قال لك ودي حنا جايين حنا ساكنين غير هنايا وهذا. ايوا جابوا لي تريكو هذا والصباط وكذا، واحد فيستال خويا جاب لي هذه. طاف المغاربه حنا تنديروا الخير، الناس معروفين بالخير سيرتو في هذه المواقف. ومول الحمام قلنا لها ودي دابا راه مشات لي مسكين 1,000 درهم هي اللي تكسب، شنو غنديروا في هذا المشكل هذا؟ هو القانون تيقول بانه اللي مشاو للحمام اللي مشاو للحوايج في الحمام عنده حق في الثلث ديال مال داكشي اللي مشى ليه، يردوا ليه الثلث ديالو ولا كذا ولا كذا ديال دار اخرى. المهم داك السيد قال لك اودي شنقول لكم؟ غادي نعطيه 50,000 فرنك. قلنا له اعطيه 50,000 فرنك احسن من والو. حنا الدراري عطا واحد الراجل تاهو واحد 100 درهم تما واحد عطاه. المهم حتى حنا ساهمنا بواحد المبلغ كملنا له 1,000 درهم وديناه معنا لابيرمانونس الكوميساريه ودرنا له محضر. اش مشى القميجه فيستا كذا تا 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 هذه سروال زرق قميجه زرقاء كذا، ودار المحضر ديالو ودار مذكره بحث ضد مجهول. ودينا داك الراجل اللي اساس على الحوايج تيقول انا ما شفتش شي ما رديتش البال ما عرفت الله على ما كان شاد. دازت على هذه القضيه تقريبا 10 سنوات دازت على هذه القضيه هذه، وانتقلت انا من مدينه صفرو الى مدينه بن القصيري. 10 سنوات بزاف. واحد النهار جالس في الديمومة وكان ديك الساعة رئيس ديال الديمومة، أنا رئيس الديمومة، وجي عندي داك السيد وعيطوا لنا لواحد الحمام، قال لك واحد الحمام وحسيت سرقوا لي حوايجو، حمام. مشيت لك رئيس الديمومة مشينا للحمام، ودي هاد العمل عادي عندنا حنا البوليس، أنت تمشي للتدخلات أنت تكون كلب الديمومة. ودخلت للحمام ولقيت نفس الشخص وعقلت عليه، عقلت عليه لان راجل حسب ساهل باش تعقل عليه حسب وجهه داك الشيء وهذا وكذا. عقلت عليه وبقيت تنشوف فيه. قلت له منين انت؟ قال لي ودي انا من مكناس. ايوا جيت دير هنا؟ قال لك ودي انا خدام مع واحد 11 هنايا في طريق فاس. اه وجيت جيت دير بالقصيري، جيت عند واحد العائله ديالي وما لقيتهم شيء، وجيتي الحمام وجيت سيدي الحمام وكيوقع لك اسيدي عمت حطيت حويجاتي وخرجت وهذا وهذا، وراه عندي شي فليسات مشاو ليا. قلنا لي شحال مشالك؟
قال لنا 1000 درهم. قلت في راسي هذا خينا مكلخ، كنت غير بدل شويه. قال مشات لي 50 فرانك ولا 150 فرانك. هو ديك ال 1000 درهم كان ديما تيخدمها، صفروا 10 سنين صفروا، وقال 1000 درهم. وتلاقيناه بالقصيري اقسم بالله وقال 1000 درهم. ديك 1000 درهم زادت وراتني بانه هذا هو نفس الشخص اللي خدمت هذه الخدمه وقعدت عليه. ما قلت ليه والو، ما قلت ليه والو. عيطنا لمول الحمام وجا وحلينا المشكل، وكالعاده جابوا لي حويجات وهذا، وبنا يدور معه ودور معه وطاطا وطاطا، وجبنا الديمومه. جبنا الديمومه وانا راسي داخل، وهضرت مع واحد العنصر خدام معايا، خرجته برا من الديمومه. كنشتي هاد السيد هذا، هذا راه قلت عليه انا في صفرو، في صفرو هاد اللعبه هادي ديال الحمام مشاو لي حوايجو في صفرو. قال لي هو ما يمكنش، اقسم بالله هذا مشاو لي حوايجو في صفرو. قلنا له لاكارت ديالك، قال لي لاكارت ساكن امكناس. لاكارت ديالو في صفرو ساكن امكناس، ديما امكناس ساكن امكناس. وقلت له الدري دابا كيفاش هاد اللعبه هادي تخيني هذا، واش تيدركها ولا كاين فيهم حوايجو باش دخل الحمام؟ هذا هو بيت القصيد. وهضرنا وذكرنا وناقشنا بعضياتنا وقلنا هاد حوايجو تيجي يديو بشي واحد، شي واحد تيتبعو الحمام تيزيد الحوايج تيخرج، وهذا تيدير هاد الكومبين تيدير الحوايج وتيخرج. نشتي اش غنديرو؟ غنكملو المحضر ديالو ونساليو ونتبعوه نشوف فين غيمشي، واش عنده شي دار تيكري هنا، واش كاري في لوطيل، واش عنده شي عائله، واخا يكون ديك العائله نشوف واش شي واحد من ولاد ديك العائله جا دار الحوايج، شوف واش غنديرو. فين تبعناه وكان الليل، كان الليل تبعناه، بقى غادي 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 وحنا عن بعد تابعينه، ورد باله مره مره تيدور راسه وتيشوف. عرفنا تاكدنا بانه رائع، خايف نكونوا تابعينه لان غادي تيوقف وتيبقى يشوف هذا وتيزيد. تبعناه حتى لواحد القهوه في الخرجه ديال بالقصير، هو يدخل القهوه وخرج مع ثلاثه د الناس، جوج د الناس ولا هو الثالث، خرج معهم هازين واحد الصاك في يديهم وخرجوا بثلاثه وبقاو غاديين، وبقينا تابعين وبقاو غاديين للطاكسيات. ولكن في الطاكسيات وقفنا، ركبوا في الطاكسيات شدينا باش يخرجوا من القصير، شديناهم وجبناهم لا بيرمانونس. لقينا حوايجو هو عند واحد في ذاك الصاك، حوايجو محطوطين عند واحد من دوك اللي كانوا في القهوه. ولقينا هذاك السيد، تبين لي هذاك السيد اللي عنده الصاك هذاك معاه في لافير، هذاك صاحبه معاه في لافير. والاخر قال لك هذا، قال لك حنا صحابي وتنعرفهم وكذا وكذا، ولكن ما قلنا للسيد بحالك خلينا تما. وقلبنا الصاك ديال الاخر، حنا نلقاو فيه ثلاثه ديال دوك فانتولين، دوك ديال المالين لازم عندهم الدقه، ذاك الدواء تيدو يديرو بها هكا، عنده ثلاثه جداد. قلنا ما قال لك اودي انا مريض بلازم، فين تعرف هادو؟ قال لك كذا كذا. قلنا لاكارت ديالك مكناسي. قلت علاش نمشي معاهم؟ هادي قال لك وانا صحابي وتنعرفهم وهذا وهذا. جلس ليه، جلسنا ليه، بقينا تنبحثوا مع دوك خياتنا، تنبحثوا معاهم. لقيناهم كيفاش تيديروا العمليه؟ اعترفوا اعترفوا، عندهم ما يقولوا. تيدخل الاول الحمام، وهنا تنبه الناس اللي تراقبوا الحوايج في الحمامات. تيدخل هو الاول الحمام، وتيدخل تحيد حوايجو، تيديرو في واحد البيكا بلاستيك، تيدخل داخل. الاخر تيدخل من بعدو، وتيدخل هاد الصاك، تيحط الصاك حداه. اما تيدخل تعرف الاخر حوايجو فين كاينين، تعرف البيكا كدا، تيلبس يحط حوايجو في واحد الصاك كبير تيحطو، تيهز ديك الميكا ديال الاخر تيخشى تيسد عليها. تيعوم وهذا وهذا، تيخرج هو الصاك اللي دخل الثاني، تيخرج هو الاول. تيهز حوايجات تيهز الصاك تيخرج، الاخر تيدير اللعبه ديال اداو لي حوايجي، المهم تيربحوا ديك الفلوس اللي تيديو وهذا وهذا وهذا. قلت ليه دابا انتم ما تجيوش مدينه، شحال محمم تديروا؟ وقال لي وديك بحال هذه المدينه هكا صغيره، تندير واحد حمام واحد تيجيب الله ديك 50 فرانك 60 فرانك تيمشيو، والمدينه الكبيره تندير جوج حمامات ثلاثه.
وقلنا لهم واه تخينا هذا اللي معاكم ها فين جالس شنو هو؟ قال لك اودي واه تيدير الخدمه ديال الفونتورين. كيفاش هذه الخدمه ديال الفونتورين؟ قال لك اودي هذا تيطيح في الشارع، تيكون غادي تيطيح في الشارع وتيبقى يجبد هذيك ديال لازم خاويه وتيبقى يديرها تيقول اه ما عنديش اخوتي ما عنديش عاونوني اخوتي شريوا لي غا وحده، ها وحده شريوها لي كذا كذا. الناس تجي لي شري تمشي لا فارماسي تيجيبوا لي وحده ولا جوج تيجيبوا من الله يرحم الوالدين. صافي اخويا صافي تيديرها في هذه الحومه ويديرها ليه ويديرها ليه وتيعرفوا هما هما اللي لازم تيجمع 10 12 20 من تيدخل تيبيعوا من صحابو اللي عندهم لازم. شوف على منكر كيداير. شوف هاد الجوج تيلعبوا على الحمامات تيدي لي حوايجو والاخر بقى في الحمام، وهذاك صاحبو عارفين انه مجرم وعارفين اللعبه اللي تيدير، هو تيهز ديك التشطاشه اللي تنقولوا حنا ديال 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 فونتولين وتيديها وتيطيح بوحدو، تيطيح بوحدو في شي زنقه وتيطيح وتنض هذاك واحد فيهم اللي تبعو تيقول لهم اسيدي الله يرحم والديكم شي واحد يشريها لي الاخوان، شي واحد شري لي هذه وتيمشي يشريها لي الناس. كما قلنا هذاك اللي تيدير ديك فونتولين تيدير داك الدواء وانا ما عرفتش شحال تيتباع، ما عرفتش 50 درهم ولا 60 درهم والله اعلم. هذاك تيطيح في الشارع تيبقى يكحب تيطيح على التروطوار وتيعرف فين يمشي كما قلت، تيمشي حد قريب لا فارماسي سواء لا فارماسي بيرمونس او شي فارماسي ثم تيطيح باش الاخر تيسال عليه يقول له الله يرحم والدينا ودينا ما عندي شيء اللي يشري شي وحده الله يرحم والديك ولا جوج ولا هادي ولا هادي ولا هادي. تيمشيو الناس نيتهم يشريو عليه تيشد الله يرحم والديك تيدير ها 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 الله تيجلس تيخبيها وليتي شويه شويه الحمد لله انا ما نشرب عطيه ولا ما يشرب اخوتي راه ما عنديش راني مسكين وعندي وليدات وعندي كذا. تيعطيو الناس يدوروا معاه تيربح الفونتولين ولا تيعطيو الناس اللي كانوا مجمعين مسكين ما عندوش راجل اخر خرج يباني يبقى فيك وتيجمع هذوك اللي ما بحثنا معاه كانوا تيجمعوا وتيديهم وعارفهم الناس يعرفوا كليان ديالو ناس عندهم الضيقه وتمشي عندهم وتبيع لهم شويه بثمن رخيص. قال لك اسيدي هذه ما عيشتي هذه خدمتي وحنا تنجيو شي مدينه بثلاثه هادو تمشيو يخدموا الحمام هذاك تمشي يخدم الحمام وهذا تيعاونني هذا ولما تيجي تنتلاقاو وتنزلوا الضربه اما مدينه كبيره نمشي حومه اخرى وما يدخل الحمام وانا نطيح في الشارع وهذا وتقداو تكمل عصابه اجراميه والسرقه تكمل عصابه اجراميه ونصب الاحتيال. وقدمناهم الجنايات قدموا الجنايات وتن نعاود ناكد خدمت انا ديك لافير وصوب ديك المسطره وجبت جميع ظروف التشديد اللي يمكن دار باش جريت القضيه من جنح الجنائي وجريتها من جنح الجنائي واجتهدنا فيها ومشاو الجنايات. هنا تنقول الضباط السلطه القضائيه وتنقول هذا ما تكون جريمه من هذا النوع واخا تكون جنحه ولقيت ضرف من ظروف التشديد اللي غنزيدها ليه باش تمشي جنايه ماشي جنايه لانه تيستغلوا الطيبوبه ديال الناس وتيستغلوا الانسانيه ديال الناس. واحد طيح في الطريق شري الدواء هو نصاب جاب اربعه ولا خمسه عنده مقادهم تيزورهم واحد شري حوايجه في الحمام وجيت تعاونوا وتبدي المساعده هو نصاب وهنا البوليس ما يزربوش واحد مشاو ليه حوايجه في الحمام ما تزربش بحات معاه بشويه بحات معاه بشويه ربما يجيب الله التيسير. كيفاش مشاو ليك في العمر مشاو لك منين انت فين ساكن هنا فين كاين دار فين كاين هذه فين كاين هذه مشاو معاه واش عنده دار تما او شي بلاصه تما تقدتيه ماشي من ديك المدينه تقد تقول ليه انت لبسي حوايج لبسناك ورينا فين ساكن عاد من جيتي قال ما عنده حتى حاجه تيضرب ويزيد لان ما كاينش واحد ساكن المدينه بدا داك الشيء وسط المدينه والناس تعرفوه من المدينه يلعبوا في المدينه يلعبوا في المدينه يلعبوا في المدينه. تنسعوا الله السلامه والله يبعدنا من هذا النوع ديال الناس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.